مساء الخير متابعينا وين ما كنتوا وحلقة جديدة من برنامج ليلة نجم وأكيد في سماء الرياضة نجوم كثير ونحن نختار النجوم المتميزين اللي على مستوى دولة الكويت واللي على مستوى طبعا الشرق الأوسط وفي آسيا وفي العالم اليوم نجمنا مختلف ينتمي إلى نجوم يعني أسرة كلها نجوم تبارك الله وهذا الشخص يعني لنا ذكريات كثيرة معه سواء ما أكبر بالعمر ولكن في تاريخه الكثير وفي تاريخه الكثير من الأحداث وكثير من الإنجازات ولقب بكثير من الألقاب الكلام ما يكفي وياه ولكن نشوف البطاقة التعريفية ونرحب فيه نرجع ونتواصل وياكم في برنامج ليلة نجم ونجمنا اليوم اسماعيل عبد القدوس مساك الله بالخير مساك الله بالخير اخوي فواز مسا عليك ومسا على الاستاف كامل يعني مجهود كبير ومشكورين على الاستضافه الحلوه يعني المقدمه الحلوه اللي قلتها عنه الله و... يسلمك هذا اقل شيء نقوله في حقكم انتم كنجوم وامانه يعني هذا يمكن احنا نقول لك سامحنا ان احنا يمكن قصرنا اصلا في المقدمه ولكن الحديث كثير معك وفي يعني خلينا نقول في جعبتك الكثير من الكلام ويمكن ذكريات ذكرتها والناس تعرفها ومحبينك ولكن في اشياء بعد ما حد يعرفها. يعني انا خصوصا يعني قبل ان أبلش لي ذكريات وياك وعلى فكره مشاهدينا بعد الله سبحانه وتعالى وهذه راح اقولها على حسابي في البرامج التواصل يعني بعد الله انقذني من الموت يوم من الايام بشكل صدفه وقصه كانت وايد عجيبه ولله الحمد احنا اليوم بعد 32 سنه نلتقي مع بعض في برنامج ونسمع منك يعني وخلنا ندخل على طول في حياة النجم إسماعيل عبد القدوس أول شيء عليكم بالخير إيه؟ يعني إذا ببدي من الصفر مثلا أنت بابدي من الصفر من الصغر شنو الهوايات آه أنا بديت, بداي... أساسا بالسباحة بديت أول شيء بالجمباز كنت بنادي خيطان ويا أخوي وليد أول شيء شنو اللي خلاك تروح و... يعني كنت صغير وفترة زم... صغيرة يعني إيه؟ واتجهت نادي الكويت زين نوقف عند الجمباز <applause> يعني الجمباز كان بذاك الوقت مو الكثير اللي يروحوا له مع العلم انه كان عندنا ابطال. صحيح. ليش اخترتها هي كبدايه وتو ودخلت فيها يعني. اخوي وليد كان بالجمباز واحنا اساسا بالمدارس كنا ب... انا لاعب جمباز بالمدرسه يعني اساسا كنا لاعبين مميزين بالجمباز طبعا مستوى الابتدائي يعني وكنت لاعب زين بالجمباز وأخوي وليد اساسا يلعب جمباز بنادي خيطان. نعم. قبل ما يدش كره اليد طبعا دشيت انا رحت معاه قعدت فتره بخيطان. حتى لو كنت بيت يعني يمكن انا مؤسسين نادي خيطان انا كان وقتها بيت داخل السوق خيطان حاليا اللي وين ال اكو الحين صار مكانه مثل مجمع او مستوصف بهالاماكن هذه اللي بعدين رحت نادي الكويت يعني ما طولت رحت نادي الكويت كان نادي الكويت انا ذاك بالخالديه نعم لعبت هم جمباز فتره قليله بس كنت وقتها بنفس الشيء انا اروح قبل اول حمام السباحه بالصيف معهد المعلمين معهد المعلمين والمراكز مع المراكز معهد المعلمين فكنت انا سباح هم بعد سباح كنت سباح زين يعني بنفس الوقت اي سباحه كنت الحره والفراشه الفراشه السباحتين ترى انا بطلهم تصدق انا يعني كل شيء اسبح الا الفراشه اصعب سباحه هي اصعب سباحه ويعني هل ساعدتك اكيد انت الجمباز تعلمت يعني ممكن تساعدك شوف اللعبتين تساعد توافق العضل الذهني لعبتين تلعبهم لعبتنا تحتاج التوافق العضلي الذهني متى بتطمر متى بتشوت متى بتوزع فانا اساسا انا ما كنت اساسا يعني انا ما كنت افكر العب يد اساسا اول شيء اي بس ما شاء الله العائله إيه كلها تلعبون, يعني 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 تلعبون يعني. اي انا اول ما كنت العب يد يعني ما كنت اساسا السباحه جمباز رحت نادي الكويت قعدت فتره بنادي الكويت بالخالديه أه كنت اسبح احد المعلمين وقتها بالعديليه موجود بالعديليه يعني مشرف نادي العربي يعني الله يذكره بخير موجود حي اسمه ابو حقي اسمه اسماعيل ابو حقي اتجهت الى نادي العربي هنشوف يعني خيطان نادي <applause> الكويت, الكويت العربي وتدريب الع... السباحه العربي خلاص استغريت انا السباحه خلاص وخرت على الجمباز لعبت الجمباز فتره بس ما تسجلت او ما كنت اللاعب المميز اللي ياهلني ان العب كبطولات بس كنت لا يعني اسوي الحركات كلها بس اكو وقتها كان عيال يعني ما شاء الله الله يذكرهم بالخير جواد عسكر واخوه الدكتور دكاتره اثنين ما كملت جمباز اتجهت حبيت السباحه اكثر من جمباز نعم يعني. وحققت بيني وبينك انا نحش لان سوالي الشقه وتعورت <applause> حققت فيها بطولات <applause> الجمباز ما حققت بطولات بس السباحه اللي حققت فيها بطولات اتجهت حق السباحه هذا الحكي ترى يمكن تقريبا 75 او 6 لا والله في السبعينات ايه اول السبعينات صغير ايه؟ يعني انت كنت صغير يعني كنت صغير, صغير لا صغير يمكن عمري 12 او 13 سنه بهالعمر 10 ولا 11 يعني بهالعمر فاتجهت السباحه وكنت بطل بالسباحه هني صرت بطل بالسباحه لعبت بالسباحه ليه صار عمري تقريبا 16 سنه وقبل أنجول. قبل 16 سنه قبل لا نقول ليش رحت اليد وشلون رحت اليد نبي نشوف مع المشاهدين هذا التقرير ونرجع لكم مره ثانيه إسماعيل عبد القدوس اسم لمع على المستويين المحلي والعالمي، فقد كانت بدايته مثيرة للجدل حين التقى بنادي خيطان كلاعب جمباز قبل أن تكتشف موهبته بكرة اليد، لينتقل من بعدها إلى العميد منذ السبعينات لتسير به أقدامه إلى العربي حيث توج بطلاً بالسباحة طوال تلك الحقبة. مع ممارسته معشوقته بنفس الوقت ليعود به الحنين إلى معقله الأول كلاعب لكرة اليد قضى على أثرها فترة جميلة متوجة بإنجازات عديدة منذ عام 1976 ولمدة عقدين من الزمان ليسجل اسمه بأحرف من ذهب كقدوة حسنة لمن عشقت قلوبهم اللعبة فكيف ننسى ذلك الهدف الجميل من بعد حوالي 18 متر في مرمى الامارات ببطوله الخليج عام 1992 ليحسم لقبها للكويت بنتيجه 22-21 وبالرجوع بالزمن الى الوراء نستذكر حصده لقب كاس فلسطين ثم مشاركته الرائعه باولمبياد موسكو ثم اتلانتا مع المنتخب الوطني والتي سبقها أداؤه المذهل بالدورة العربية عام 1979، كل تلك الإنجازات تحققت بعد أن تتلمذ على يد أمهر المدربين أمثال سيف الدين ستروش شريف، الذين صقلوا موهبته وجعلوا منه نجماً لا يشق له غبار. طريق شقه أحد أساطير الرياضة المنحدرة من أسرة رياضية عريقة. قدمت الغالي والنفيس من اجل رفعتك يا وطن النهار نرجع ونستكمل وياكم ليلتنا مع نجمنا اسماعيل عبد القدوس لما تشوف المشاهد هذه يعني انا اشوف الابتسامه وتعليقك يعني هذا كان افضل مدرب هذا كان افضل لاعب وكان افضل منتخب يعني كان منتخب من يعني انت تتكلم عن منتخب كل نجوم المدرب كان يتحير من يلعبه من يلعب الاول مثلا اقول لك يعني مثلا شيء واحد عبد الرزاق بلوشي خالد انس من يلعب فيهم؟ هم يختارون هذا يختار يلعب جيم الاول الثاني من كثر قوتهم اللاعبين نفس الشيء بدل اسماعيل مكانه اثنين الباك مثل طارق مكانه اثنين عبد الخالق مكان اثنين, اثنين. الونجات نادر ووليد الحجر مكان اثنين يعني كل مكان فيه اثنين واثنين هم نجوم يعني تحير المدرب من ينزل يعني ما عنده مشكله باي واحد يبدله ما يصير عنده حرج اصلا يمكن, يمكن ما عنده اي أيوة. واحد عنده و... السبعه اللي ينزلون لو يضيع نزل الثاني ينزل الثاني نفس القوه يعني كان منتخبات منتخبات نحن بايام نحن نتكلم يعني والحين ما شاء الله يعني في لاعبين زينين ايامنا المدرب يتحير عنده 16 لاعب داخل ملعب سبعه يعني تصور قبل الحين 18 الحين احنا قبل 16 لاعب داخل على البنش سبع لاعبين داخل يتحير من يلعب ترى يعني طلع. لما تقول لي خالد اغلوم هادي مراد نجوم أيك هني وليد الحاجراف نادر الله يرحمه نجوم أقولك هني عادل نايف صالح انس أه صالح مهنا نجوم رائد زعابي عبد الخالق عبد القدوس عبد الله جاسم أه طارق بشير كل النجوم ما ماكو ما, ما, كم ما, كم ما كم كم يعني المدرب يتحير من يحيرونه من يلعب اللي ضيع ممكن يبدل بس هذول كلهم نجوم يعني قاعد اتكلم 16 لاعب المدرب يتحير فيهم شنو خ... شنو السبب اللي يكون يعني بهالطريقه ان كل اللاعبين نجوم؟ كانوا عندنا الفرق قويه فرقنا كان قوي، يعني لما تقول لي نادي الجهره في لاعبين المنتخب ويانا منهم بندر الشمري الله يذكره بالخير يمسي عليه بالخير وعندهم ما ادري لاعب لاعبين عندهم لاعبين نجوم. تي حق الساحل اول عندهم نار العصفور عندهم واحد نسيت اسمه جمعه شيء جمعه لاعبين نجوم شوف انا قاعد اوديك الانديه بعيد الشباب عندك عبد النبي لاعبين كلهم نجوم من وين سبابيخات يعني قاعد تكلم يعني خالد الغلوم وربعه كانت الانديه تخرج او يعني تطلع كانت الانديه العبيد. تخرع مو تخرج تخرع <تخرج. تخرج>. يعني انت تلعب مع الساحل ماكو فرق ما يصير عندك الفرق 20 30 لا ماكو ثلاثة أربعة تي حق الجهرة نفس الطريقة فرق تتنافس يعني ما كنا فريق لا لا تنافس الفرق يعني صدق احنا ممكن ناخذ بطوله او الكويت ياخذ بطوله، الكويت طبعا ما كان ياخذ بطوله كان القادسيه والكويت الخيطان وصليبيخات والساميه ما بعد يعني كل هذول كان بس خمس وكاظمه يعني فرق كلها تضارب بينها. هذا طلع فريق طلع لاعبين. زين بما انك كنت تاخذ بطولات في السباحه، شو اللي خلاك تروح مره ثانيه خيطان ورا اخوك وليد <تصفيق> <تصفيق> وتلعب اليد؟ شوف انا لعبت سباحه صرت بطل الفراشه 100 متر وصرت بطل الحره 100 متر. هذا حد وقفت ل 79 اساس أنا طبعا بقولنا رحت ويا اخوي وليد تقريبا نقول احنا 64 74 نعم او 75 او 74 تقريبا رحت اليد ويا اخوي وليد لأن اخوي وليد تيجي حق كره اليد ويا منه اخوي خالد وسحبوكم اي رحت انا لا عشان قصدي ما ما اعرفوا من اللي كانوا يانا بنفس الوقت عيسى اخوي عيسى عبد القدوس كان بخيطان عبد الخالق عبد القدوس كان بخيطان خالد انس كان بخيطان طارق بشير كان بخيطان يعني هذول أسامي كلهم نجوم المنتخب راحوا السالميه انت قاعد تقول لي اسامي المنتخب بالضبط <applause> وبعدين رحتوا كلكم السالميه لا هم راحوا السالميه كان ما في عندنا قبل تحت 15 سنه يعني المدرس كان المدرسه خذهم الى السالميه وعبد الرزاق بار ذكره بالخير خذ خالد انس وداه حيحيل الوحيد خالد انس راح حيحيل والباقي كلهم راحوا السالميه يعني كان لو هذول موجودين نادي خيطان يعني اعتقد يمكن خلاص هو خيطان <تصفيق> هو <تصفيق> المنتخب بس امتى بنادي خيطان هو طبعا ولات كان على طول حتى ان 15 17 كله كانت نجوم كلنا ناخذ بطولات كنا 17 فترات طويله هذه يعني شو اللي خلاكم تروحون على اليد وما ما صرتوا نفس اخوكم عبد الجبار في كره القدم؟ <applause> شوف انا ما احب القدم ليه اليوم ما احب القدم ليش؟ اول شيء ما احب واحد يطقني على ريدي اخاف مع ان الالعاب اللي لعبتها يعني يعني ما اقول السباحه الجمباز يمكن لا لان هذا فردي انا اقدر اسوي بالانس على جسمي يعني اقدر ان بوقت طيب. حتى باليد حتى, حتى اليد فيها احتكار حتى اليد يعني اللي يلعب شوف اللي يلعب جمباز ولعب سباحه يقدر يلعب اي لعبه جماعيه اي لعبه جماعيه يقدر يلعبها لان عنده توافق زين ليش اخترت اليد ما اخترت القدم ويا اخوي وليد صراحه أخوك عبد الجبار ما رحت حق اخوي جبار رحت حق اخوي سيده, سيدة وليد لان حبيتها وبيني وبينك حبيت اكثر شيء الكابتن مساعد الرندي امسي عليه بالخير انا ذاك يعني اتكلم عن ست سبعينات شفت صورته بنادي الكويت بالخالديه كان ماخذ جنب ودايره لاعب دايره فالصوره للحين ببالي مساعد الرندي وقلت لازم اصير لاعب اصير يعني كان هو القدوه للحين قدوتي مساعد ليه اليوم اتكلم وياك انا مساعد الرندي قدوتي وهو السبب اللي خلاك انك تتحمس تروح للمنتخب اول مره نادوك فيها شلون؟ يعني اكو ناس ما يدرون انك كنت بس وقت النوم بالمعسكر افترق عنه. كل شيء يسويه كل شيء ياكله كنت اسويه. والسبب اذكره بالخير عيد صالح. يعني هاي سالفه يمكن ما قلتها بالتلفزيون. تمام أه نبي اشياء ما قلتها بالتلفزيون كنت اول اول اختياري للمنتخب عمري 16 سنه. ما شاء الله الحكي هذا 79 أمر 16 سنه بالضبط شلون كان الشعور بذاك الوقت يعني غير عن الحين يمكن الحين لما يختارون شوي الوضع غير لكن انا اتكلم انا كان عندي مكانية هي سالفتي شلون كانت؟ كان المنتخب يروح كان الوقتها مدرب اسمه يانوش بلغاري هنغاري قالوا اختاروا المنتخب، المنتخب منهم منو المنتخب؟ يعني شوف اقول لك المنتخب جاسم ذياب، جاسم القصار، حسن جابر، مساعد رندي خميس عاشور أه فرهي مبارك أه عبد الامير يعني اللاعبين الكبار خاف أنس احمد عباس خاف انسى لاعبين اسمحوا لي علي عباس يعني كلهم واكبر منك سنا عمالقه اتكلم عن عمالقه اتكلم ان اشوفه انا لعبت امون ترى اربع اجيال ما شاء الله اربع اجيال وياهم فهذول راحوا أه البحرين وراحوا الامارات واخر شيء عندهم السعوديه السعوديه طبعا قبل الاشتراكيه ما يدشون السعوديه مدرب هنغاري ما يدش السعوديه يانوش فكان وقتها يوم الاحمدي بالكويت عشان تذكر يوم الاحمدي قبل كان يوم الاحمدي لا زال فيه بس مو مثل الاول مو يعني كان زين يصير مثل الاول يعني فكنت انا العب من ضمن نادي خيطان مو نادي خيطان صار مدرب البلغار كانوا مدربين وقتها بلغار فاختاروني وياهم العب دائره يانوش رجع قال انا بلعب ويا البلغار وكان جوتشينا مصري الله يرحمه توفى فانا ضمت من ضمن فريق البلغار انا الوحيد الكويتي انت بروحك انا الوحيد لان يوم الحمدي تلعب كان الخيطان فيها بلغار اثنين وصنابيخات فيها بلغار اثنين وما ادري اي فريق بعد عنده بلغار كنا العربي وقتها اكثر كان وقت المدربين البلغار هم اللي شوي صعدوا بالكره اليد فلعبت ويا يانوش يانوش قاعد يطالعني لاعب دائره صغير جسمي كان يعني انا طالع من السباحه اتكلم سباحه جسم يعني مو خلصت البطوله خذنا البطوله احنا لي الحين الجسم زي ما في شيء الحمد لله خذنا آه. البطوله ايش <applause> ذا <applause> 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 لا شويه فيك شويه <applause> 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 خذنا البطوله وقار وقار هذا آه اخذنا خذنا البطوله جاي يقول لي انا ابي هذا انا ذاك اليوم عمري 16 سنه لما تقول اسماعيل يختارون المنتخب الاول بالنسبة لي شيء كبير طبعا كبير كبير يعني مو وقتها كنت عندي بطولة سباحة كنت اتمرن بالصديق ويمروني ياخذوني اروح العب البطولة اطلع الاول وارجع اتمرن مع المنتخب اليد لما تسولف هالمواضيع حق عيالك والاهل ويعني عيالكم وكذي شنو تشوف من ردات الفعل انا ما على قاطعتك بس <applause> بربع بربع يعني انا اليوم 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 يتحمسون أنا وياك انا ولدي يلعب كره اليوم قاعد اسولف عن كذا المباريات هذه بس يعني كانت يعني كانت فعلا يعني انت لما تلعب يا مو قاعد تلعب سهل يعني لما تقول لي العب يا جاسم القصار وجاسم دياب ومساعد ر... مساعد, ر... مساعد رندي كان حلم ان انا اوقف يمه حلم حلم تصور ان اقول انا احلم ان اقف يا مساعد رندي حسن جابر من بعدين لاعب وياهم والتقسيم انت وياهم. يلا. طيب شلون كان شعورك في اول مباراه؟ دخلت مو اول مباراه، دخلت كنا نتمرن بالصديق. دخلت كعد صغير 16 سنه كلهم كبار، انا اصغر واحد كنت قاعد. شاينيني عيد صالح على ذكره بالخير. كان يقول لي ده ايه؟ فوق كان اللبات اللي الليون. ايه. قلت له لمبه. شو لا. دي شمس قلت له عيد شلون شمس لمبه انا مصمم انها لمبه وهي لمبه <applause> شو يقول لما اقول لك دي شمس يعني شمس قلت ان شاء الله فهمتها بالمعسكرات شلون؟ يعني لما اقول لك شيء سوى أي. انا قاعد اعطيك درس وفعلا هذا الدرس لي وما انا اقول له حتى حق اللاعبين حتى حق ولدي درس اعطاني اياه خلاني اصير لاعب خلاني اقول يقول لي حتى بمعسكراتنا يقول مساعد الرندي شو يسوي, يسوي يسوي نفسه اذا مساعد الرندي يسوي 20 انا اسوي 50 يفرق الحين المدرب عن الاولي يفرقون اللاعبين صراحه مو المدرب مو مدربين لا مو المدرب يعني مو سبب المدربين لا مو سبب المدرب لا حد يحط سبب المدرب انا مدرب اساسا يعني انا اشوف شو اللي قاعد يصير لان اللاعب اساسا يجيني مو ما عنده اساسيات كرتيت وهذه مصيبه لما يقدر درجه لاعب درجه اولى ما عنده اساسيات كرتيت ولا عنده احد محتذي فيه ولا عنده احد لا حبي ما حبي عنده أساسيات. ولا عنده اتكلم بدايه اساسيات ما عنده انا لازم يعرف ثلاث خطوات اعرف متى يوقف متى يباصي متى يطالع متى الحين ياخذ الريبل يطالع تحت احنا ما نطالع تحت اصلا طالع فوق قدامك ترى تشوف الملعب قدامك انت لما تطق دريبل لازم تشوف الملعب متى تمشي الكره احنا عندنا الحين كلهم نازلين يجونهم تحت فانا تعلمت كثير يعني تعلمت دروس من اجيال تعلمت مدرسين يعني درسوني يعني اتكلم لما اروح انا عمري 16 سنه تروح اروح يا جاسم القصار محمد القصار فري محمد عباد لاعبين نجوم نج... لاعبين ابطال اختيار اختيارك للمنتخب شنو كان تاثيره على اخوانك؟ كان يعني يا اخوي خالد تأثير على البقيه شنو اللي صار بالعكس مستانسين يعني حتى انا الله يرحمها الوالده كانت تغير مصرزة. في الاداء رحمه الله عليه اكيد يعني اللي انت اختارك منتخب يعني تغيرت من يعني انت من من عمرك 16 سنه تحت 17 الى فريق الاول ترى ما لعبت انا المراحل السنيه ما لعبت كثير ترى ما يعني المدربين يمنعوني اني العب مراحل سنيه يخافون من الاصابه هي. لان في بطوله عربيه كانت بالمغرب قالوا ما تروح قلت له زين انا من عمري ذولا يعني هذا هذا وقت اني لازم اروح العب قال لي اخاف عندنا كانت بطوله أسوية او تصفيات كاس عالم قال لي اخاف تروح تصاب فخليك انت عندي هنا موسم ما تنساه كل مواسم لعبتها صراحه ما لا صراحة. في موسم اشوف له ذكريات خاصه يعني انا مواسم وايد صراحه ما, ما انساها لان انا اساسا او بطوله ما تنساها بطوله الخليج ليش؟ أه كانت صعب علينا وقتها سنه 91 91 غلبنا أه فريق البحريني الكره انا اقول يعني ما نقول حكم طاحت مني الكره وكانت مباراه صعبه يعني لازم نفوز على اساس ناخذ المركز الاول خسارتنا ترى مركز الرابع او تعادلنا مركز الرابع الناس ما حد يعرفه شو شلون؟ تعادلنا كان المركز الرابع نصر فوزنا الاول ايه؟ تعادلنا الرابع شوف الفرق يعني لان كان البحرين فايز علينا الامارات فاز على البحرين يعني كانت فيها لخبطة نوصل الرابع فالحمد لله أنا <تصفيق> <تصفيق> أنا بنوريك بعض الصور وبعض اللقطات هالحين ونبي منك تعطينا يعني تعليقك على الهوا يعني دورة الصداقة ودورة الألعاب الآسيوية <applause> دورة الصداقة هاي يعني المنتخب اللعب الدورة الصداقة هذا أفضل منتخبات لكم افضل منتخبات الكويت دورة الصداقة والسلام خاصة صداقة والسلام ما اتكلم عن الكبار الكبار كانوا نجوم اي نعم يعني بس دورة الصداقة هذه من بعدها كنا نحسب بطولات ودورة الالعاب الاسيوية دورات لعبت وايد دورات لعبتها صراحة يعني قاعد اشوف عن دورات عندك الدورة الاولمبية مثلا الدورة الاولمبية الدورة الاولمبية لعبتها انا دورتين يعني شيء 80 و96 فرقت بين 80 و96 كم سنه؟ يعني, يعني أنا افتكر انا اللاعب الوحيد الكويتي انه لعب بطولتين اولمبياد اللاعب الوحيد في الكويت لعب بطولتين اولمبياد وصلنا اولمبياد احنا 80 و86 و96 لعبنا اولمبياد يعني لعبت بطولتين ما شاء الله في فتره يعني, فترة يعني الله يعطيك العافيه انا لعبت يعني. الحمد لله يعني لعبت اللهم هنا. لا حسد يعني <applause> عشان قلت تبارك الله انا لعبت فتره طويله بيني وبينك واعتزلت بنفس السنه اللي انا فيها 96 قلت خلاص ما راح العب يعني خلاص تفيت يعني بطولات ما شاء الله لعبت وايد كاس عالم أسوية انديه ما اتكلم عن انديه وايد شنو اللي يفرق ما بين البطولات او الدوري مثل الحين الاولمبيه والاسيويه والخليجيه وكاس العالم هل هي نفس القدم تفرق لا ولا اليد واحده اليد واحده اليد ماكو يعني الفريق الاولمبي لا هو الاول يلعب الاولمبيات هو الاول هني ما في ما وروحنا فريق. فريق واحد يعني نتكلم عن يقول لك بطل اسيا واحد مو اثنين يعني مو مثل كاس العالم ممكن ثلاثه يروحون لا بس واحد الكويت يعني اسيا كلها هذه كلها اسيا الكويت يعني تصور أن تقول عن الكويت 80 ما شاء الله مو سهل فنفس الدورات نفس اللاعبين نفس المنتخبات كلها موجوده يعني كاس العالم قبل 16 فريق احنا وصلنا ل 34 فريق ما شاء الله صار الدبل يعني اي احنا كنا 16 فريق يعني تصور أنه احسن 16 فريق بالعالم 82 تصنيف منتخب الكويت لما يوقف قدام المنتخبات العالميه شلون كانوا يحسبون حسابه؟ شوف عشان ما اكون يعني ما كان صراحه الكويت ما كان يعني مؤهل انه يوصل للعالميه خاصه هذاك عندهم الاحتراف او عندهم لاعبين يعني يعني لما تصور انت لما تدش الملعب طول لاعب مترين يعني انا اوصل حق اللاعب لسدره أيوة. احنا اكبر لاعب اطول لاعب عندنا يمكن جاسم القصار نتكلم يمكن متر ثمانين وهذا لاعب باك والمفروض ان اليد تكون ترى لاعبنا جاسم القصار أو العنجري ما وقفوا جاسم القصار لا على وجهه شقوا راسه. كان من نجوم اللاعبين، نجوم الفريق. ما وقفوه. انشقوا وجهه. لما لما طقوه. صارت لإصابة اصابه. اي جاسم القصار، جاسم القصار كل لاعبين وايد ما يعرفونه. من عليه ابو فهد. وايد ما يعرفونه، ترى كل لاعبين وايد ما يعرفونه. لا لازم احنا نقول. نتكلم عن جاسم القصار. من خلال برنامجنا وفريق العمل برنامج ليله نجم، ان شاء الله يعني نجمنا جاسم القصار يكون ويانا متواجد. في حلقه من حلقات يثري صراحه يثري, الله. يثري. يعني أه. جاسم القصار نجم يعني تصور ذاك اليوم انا قاعد يا كانت مباريات بطوله الخليج بالكويت صارت كره يعني توها الدورات إيه. انا قاعد يمي جاسم القصار يصور قاعد سورو. يعني مشكور عبد الله ذياب قال حق جاسم تعال قاعد مقصورة انا كأنا كأسماعي انا كاسماعيل فرحت وايد لان جاسم القصار لاعب نجم يعني انت يا عبد الله قدرت اللاعب هذا يمكن اللاعب لازم يتقدر هو لاعب مثل جاسم الاعلام قصر. يمكن الاعلام وزحمه هالدنيا ها شويه ممكن هو مقصر, مقصر جاسم ما اتكلم ممكن قصر جاسم ترى وايد لاعبين مقصرين ما يبي يطلعون بالاعلام يعني احنا عندنا كثير من اللاعبين ومن نجوم الكويت كان زي صالح يصيدونه ما يطلع جاسم عندنا احنا ممكن. كثير من الناس والله يعني احنا نحاول نتواصل وياهم ونحاول ان نطلبهم أن يكونون في برامج يعني مختلفه في تلفزيون الكويت يرفضون يعني ما يطلعون حتى في قنوات ثانيه مخرجنا دانية. مخرج حلقة لاعب بيتهم كلهم لاعبين <applause> ما شاء الله ربي يحفظهم الله يحفظهم فهو يدري بس المشكله يقول اكلمه ما يعني ترى وايد لاعبين يعني وايد لاعبين يعني نتكلم عن هل هو خجل عباس؟ هل هو خجل مثلا من ما تحب تطلع بالاعلام يعني علي عباس نجم الحراس علي عباس خميس عاشور فرح مبارك هذول ترى نجوم تكلم عن نجوم ما تكلم عن شيء عادي عن نجوم لهم بصمه نجوم يعني. وقتنا وقتنا احنا انا لعبت وياهم من 79 الى تقريبا 80 او 82 لعبت وياهم هذول كلهم انا مجموعه وما حد كرر نفس اسماعيل انه يلعب مرتين في الاولمبياد ما هذه ما حد حت. ما حد صارت <applause> ان شاء الله سؤاله. انا اتمنى الكويت لاعبين الكويت يلعبون مو الاولمبياد كل الاولمبياد يكون منتخب الكويت موجود وان شاء الله نكون افضل منا احنا يعني. تحس في مقارنه ما بين الماضي والحاضر في المنتخب من اي ناحيه المقارنه هذه يعني, يعني من ناحيه الكفاءه من ناحيه العطاء شوف الحين الانجازات الحين لاعبين افضل من يعني كامكانية عندهم افضل من وقتنا احنا يعني الحين يعني عندهم الماده موجوده كل شيء عندهم موجود ومعسكراتهم احنا قبل نطلع معسكر شهر ونرجع مره ثانيه نلعب بطولاتنا نعم الحين قاعد يطلعون معسكرات يعني هذا الصح هم الحين حاليا صح يسوون مثل اوروبا يعني فامكانياتهم الحين افضل من امكانياتنا بس احنا عندنا انجازات يعني كمنتخباتنا عندنا انجازات حلوه حتى المنتخبات اللي ورانا يعني الجيل الخامس اللي انا ما لعبت اياه عندنا انجازات بطولات اسيويه يعني نبي نشوف جول وياك الحين ونبيك انت تقول لنا عاد قصته انت صنعت اعتقد <applause> هذا الجول جول الامارات <applause> والكرة مع الكويت عيسى عبد الخالق عيسى بمهنة. عيسى مرة ثانية لاحظ الطريقة الدفاعية معاي شوف ثلاثة متقدمين ليش ليش ثلاثة الله الله الباص الحلو حلوة برافو يا اسماعيل وبرافو يا صالح برافو هدف حلو باص حلو تمرير حلو شوف شوف يعني انا اقول طريقة الدفاع ثلاثة ثلاثة سهل, اختراقه هم صح معاهم حق ان هذا المجرم جاسم ذياب وصح لما ان اللي الهدف نادر وليد صالح وطارق طارق يا طارق ايوه اسماعيل برافو هدف حلو يسجل لاعب اسماعيل عبد القدوس من حاله دايره اسماعيل عبد القدوس يسجل هدف حلو من على الدائرة من كرة من جاءت من طارق بشير بالبطيء لاحظ اسماعيل التصويب والسقوط بالطيران من على بالدائرة. نرجع ونتواصل وياكم في ليلتنا وليلة نجم ومع نجمنا إسماعيل عبد القدوس الهدف هذا اللي على الإمارات هذا الهدف كنا فارق تقريبا فارق جولين كرة كانت عندي أنا يعني ممتاز بالدريبل يعني الكرة صعب تطلع من إيدي أول كرة أعطيتها صالح مهنة تقرب الخير وشاتها قطها برا ردت جول يعني صفر جول واحد كرة عندي نفس الشيء دريبل أنا طاق دريبل طق طقت بيدي اللاعب طق طبعا احنا قاعدين نلعب بالامارات الحكم مشاها قولوا قول التعادل صرت تعادل صار التعادل رجعت الكره طبعًا. على طول سنترنا قدام قدمت بس خطوتين ومترين مترين يمسكني اللاعب اللي شفته بالامارات <تصفيق> <تصفيق> يقول انا السبب اللي سويت لك فاول وقولت من وقتها هني خلاص وقفت الساعه قدامي ثانيتين في طبعا انا اتكلم عن صالح محنا شوت اقوى مني عبد خالق رائد الزعابي شوتاتهم اقوى من شوتي بس صممت اني اخذ الكره انا خلاص قدامي كل واحد مثل اللاعب مسك مان تو عبد الرزاق قبل نزل مسك اللي قدامي خلاه يتحرك قدامي صار قدامي بس الحارس مرمى قدامي بعد 18 متر الكرة عشان تمشي قوية او تروح تندفع لازم تحط لها ماي لازم شنو؟ حط لها ماي ماي الحين مثل صخره بتحدثها بالبحر بال شو تسوي؟ تطق على السطح كذي تمشي فانا حاطها على صدري وقتها ماسك الكره بقوه بس الكره كانت على صدري هدومي انا كلها ماي عموما يعني ماسك الكره صفر الكره سيده زاويه معينه انا كنت مركز خطا بعد حتى الحارس يعني خذا شويه يمين خلاني الزاويه هني مفتوحه خذا شويه لانه صار قبالي يعني هو يبي يصيد النهج قدامي والزاويه فتحها ما اتوقع ان انا بالزاويه اشوت الزاويه الثانيه فمن قوه الشوته زائد الدفعة اللي الطقه هذه ما مدا يوصل لها طقت شد ايش داخل كره ترى عندي هذه ما شاء الله خاشه عند بيت العثمان هذه بيت العثمان بيت العثمان موجود عندي كرتين في المتحف كره مالت الاولمبيات اولمبيات موسكو موقع جاسم القصار فيصل الدخيل مساعد الرندي خالد اخوي انا موقع واحد لاعبين فيها موقعين فيها داخل ثنتين الكرتين بيت العثمان يعني هذه عمرها كم؟ الكرة اتكلم عن اولمبيات يعني اتكلم عن 80 ما شاء الله الكرة موجودة ببيت العثمان وفيها توقيع اللاعبين كلهم جاسم افتكر سعيد الحوطي او كل اللاعبين كانوا اولمبيات كانوا موجودين حاولت ناخذ توقيعهم حتى اخوي خالد اخذ توقيعهم وحطيناها الحين بيت العثمان يحب يشوفها هناك موجودة الكرتين موجودين يعني اللي يحب يشوف هذه الكره الهدف الامارات واللي حققت لنا الفوز يقدر يروح على متحف بيت العثمان بيت العثمان ويشوفها وفي كثير على فكره يعني في بيت العثمان من الاشياء اللي يعني تعيد لكم الذكريات وتعلمكم وتعلم عيالكم وتثقفهم ايضا، يعني هذه اشياء الواحد يفتخر فيها مو بس علشان نجمنا اسماعيل ولكن عندنا نجوم في مجالات كثيره متواجده لهم اعمال وبصمه في كل مكان من متاحفنا في الكويت موجوده. مو انا ابي اسولف عن هالبطوله هذه بالذات يعني فيها احداث كثيره ولها ذكريات كثيره شلون صار الهدف اللي قلت عنه في اخر ثواني؟ مع الامارات فاول فاول خلاص هذا اول واحد هو لا اللي هو الاخير الجول الاول الشوط الاول انتهى الشوط الاول جول قول هم اخر جول انا انا جولته سجلت هدف واخر ثواني هم سجلت هدف اللي هي الثانيتين الاخيرتين دولة زين جمهور اليد احنا قاعد نشوف الحين يعني يد فتره الجمهور شويه يعني بدا يهمل كره اليد غير في السابق الحين لا من بعد المنشات الجديده وكذا قاعد نشوف ما شاء الله الجمهور قاعد يقبل على كره اليد يعني هل هذا يعطي يعطينا شوي مثلا امل ان ممكن يكون لها صيت اكثر نفس اول على الشغل اللي قاعد يشتغلونه حاليا طبعا الاتحاد قاعد يشتغل انه قاعد يعتمد على لعبي الشباب، الحين عندنا ترى منتخبين شباب بعد 15 شهر راح يلعبون بالبحرين بطولة سوية وبعدها بطولة منتخب الناشئين هم في البحرين راح يلعبون بطولات. الحين المنتخب أو الاتحاد مركز على منتخب الشباب اللي هو راح يمثل منتخب المستقبل المنتخب الأول وهذا أنا أنا بالنسبة لي حط إيدي على إيدهم 100% صح يشتغلون الشباب ان أه، اساس المنتخب المستقبل كره اليد فاتمنى ان المنتخب يعتنون فيه أه، منشات موجوده ماده الماده موجوده شباب موجودين شب... الشباب موجودين انا اتكلم فالشباب بس انا ابي شيء أيوة واحد أن يهتمون مو الاتحاد الهيئه تبدا تهتم بعد هم بالمنتخبات هذه ما اتكلم عن كره اليد منتخبات الناشئين كلهم يعني لازم تدعمهم لازم تكون وياهم مو بس انه بس انه انا ادفع لك معسكر وهذا لا لا هو النظام مو بس معسكر هي اليه كامله يعني انا هي اللاعب هي هذا لازم بالشهر بالسنه يطلع له ثلاث سفرات اربع سفرات يلعب برا يعني ماكو ما ومو بس كذي يعني احنا هي القصه انه هي ما هي سالفه بس قصه انه يسافر انا اليوم علشان اخذ هذا الشخص في هذا المجال لازم احببه فيه سواء في امتيازاته في انجازاته ابرز نجوم اللي كانوا فيه واللي اسسوه يعني اعطيهم مكانتهم نفس ما تفضلت يعني قبل شوي يمكن في بعض النجوم ما حد يعرفهم ولكن انا اليوم يعني كل الجهات المختصه في الدوله ما ابي اقول مثلا هيئه او اتحاد او وزاره الاعلام كلنا نكون ايد واحده ممكن ان احنا ندعمه ونخلي هذا المكان يصير شلون انت قبل لما كنت صغير تتمنى تكون يا من رندي ليش؟ لان ما كان عندك شيء شاغلك وعندك الرندي قدامك فانت حياتك كلها رياضه. صحيح. يعني حتى ترى اغلب الكويتيين كانوا يلعبون كل المراكز. فاكيد انت عندك مشاركات من ضمن هالمشاركات نبي نشوفها الحين وياك مع السلايدات نبي تعليق عليها. <applause> هذه بطولتين بطولة الاندية العربية ابطال الدوري اخذتوا ابطال الدوري وبطولة الاندية الخليجية هم كنتوا هذه الانديه بطولتين خليجتين إيه؟ العربيه طبعا الانديه ومنتخبات احنا اخذنا بطولتين منتخبات يسمونها كاس فلسطين اول سابقا إيه؟ 79 واحده افتكر بالثمانينات هم اخذناها حتى هذه قصتها قصه اي راح اسمعها منك <applause> والخليجتين احنا اخذناهم يعني تصور يوم من الايام يجيني كابتن منتخب الامارات يقول لي كابتن انت راح تفوز علينا بس نبي تقلل الفرق شنو منتخبنا يعني؟ ترى هالكلمة يعني ترى هذه يعني روح رياضية ترى منا بعد يعني شنو منتخبك أنت يعني, يعني شنو المنتخب اللي خايف منك يدري احنا بنفتح وياهم. واحنا طبعاً يعني بالملعب ما ما عندنا أخوي ولد عمي ما عندنا. ناخذ <applause> الفرق بعيد أقول لك تعالي بعدين، كيفك. كنا كل فا... كل فريق نطقه فرق ثمانية تقريباً احنا مرتاحين. ما شاء الله. يعني. والجمهور بالصالة وبرا الصالة قاعدين عشان الجمهور يعني. فريق مصر انا اذكر في مباراه كانت يعني ما كانوا متوقعين الفريق الكويتي انه يتصدى لهم بهالطريقه هذه في وقتكم انا اذكرها حد عسكري أي. ترى مصر ما غلبنا الا بعد التسعين يعني بعد الغزو او بعد الغزو هذا غلبنا احنا قبل الغزو غالبينه تسعين احنا غالبين منتخب مصر لا في بداياتكم انا اذكر حتى المعلق كان يقول ان المنتخب او الفريق المصري ما كان متوقع ان المنتخب الكويتي بهذه القوه. هو مو متوقعين الكويت كذي يعني ترى الدول العربيه كلنا احنا ما نحسب حساب اي دوله عربيه ما عدا الجزائر. كره اليد بس الجزائر وغلبنا الجزائر. كم كان الفرق؟ لهم كانوا يغلبوننا بس احنا غلبناهم تقريبا كاس العالم فرق اربعه خمسه. الجزائر بس والباقي الفرق احنا ما نفوز عليهم مرتاحين. يعني مرتاحين مرتاحين مو غرور لا احنا مرتاحين نفوز على الفرق كلها العربيه الاسيويه كلها. ما عدا كوريا واليابان. هذول فريقين يوقفوننا. والباقي م... ما يوقفون. شنو شل... الاسباب اللي كانت؟ اللي كان فريق وقفونا. قوي، احنا يعني فريقنا قوي كان، م... فريقنا يعني مرتاح يدش بطوله. مرتاح. الفريقين اللي كانوا يوقفونكم يعني. اليابان كانوا يمتازون بشيء عنكم شنو؟ هم كانوا بالسرعه وكان اعدادهم اقوى منا. اعدادهم هم على طول اعداد يعني هم لما تقول اليابان وكوريا يطلعون اوروبا أربعة اشهر لان هم نظام شركات. ايه. يطلعون برا ما عندهم مشكله. لاعبين مميزين عندهم يلعبون برا احنا نغلب اليابان بس كوريا ما نغلبهم وفعلا تمينا فتره طويله ما نغلب كوريا نطلع الثاني ثاني اسيا ما نطلع الاول بس نطلع فور جول جول هنا ماكو مجال يعني قصر يفوز علينا واحنا نكون فريقنا احنا شهر اعداد يعني قبلنا ترى اعدادنا شهر خلاص بطوله الدوري روح اعداد شهر المانيا كنا معسكراتنا طبعا امس علي حمد العجيان والاتحاد كله عموما يعني كان معسكراتنا كلها بالمانيا كان فرق قويه يعني نروح المانيا شهر ونرجع على طول بطوله كان منتخبات ترى منتخباتنا يعني بتكلم عن منتخبنا اخاف أنا... واحد يقول لا وايد بالغت فيها لا والله ما بالغت لا انا هم... هم... لا صدق هذا واقع هذا تاريخ يعني, يعني اتكلم الحين يعني. منتخباتهم الحين يا ريت يسوون نفسنا يعني يطلعون نفسنا احنا يعني. يا ريت يطلعون يا معسكراتهم الحين معسكراتهم بالعكس يعني انا ايش اقول لك هي ابيها متفرغه يعني ما يصير معسكر شهر كامل يمل احنا قبل لا خالصين بس هذول اللاعبين الصغار او اللاعبين هذول الشباب يبون يعني يوم بالمانيا اسبوع بالمانيا اسبوع, بالمانيا. أسبوع بهولندا يعني يلعبون كذا مباريات وهذا الصح هذا الحين الصح يصير الصح. الثقافات ايوه ثقافات, ثقافات او يتمار يلعب على منتخبات اقوى واتمنى الاتحاد انه يكون اكيد عندهم الدراسه هذه ان شاء الله تكون عندهم الدراسه يا رب بس أهم كاس اسيا ما قصرتوا فزتوا على كوريا ويبتوا اي فزنا مو انا وحدي خلاص اعتزلت يعني الفريق الثاني فازوا وما قصروا خذوا كذا بطوله اسيا وبالعكس كان منتخباتنا قويه يعني فعلا إن مو سهله منتخب الكويت ما كان سهل وخذنا بطوله اسيا يعني كنا نتمنى نوصل فوق صراحه بس ما قدرنا نوصل فوق لان اعداد الفرق الثانيه تكون افضل منك اي تكون دائما نشوف انا لما يكون عندي بطوله عالميه مثلا وغير لما يكون لاعب متفرغ حياته كلها ما عنده غير هو يعني, يعني. يعني التفرغ انا يوم انا يوم ترى دوله الخليج هذه اللي رحت لها ما طالع على حسابي ما اعطوني تفرغ هذه الخليج هذه كنت وقتها بدوام على حسابي طالع يعني شوف يعني اقول لك بس انا حبي خلاص ما عندي مشكله يعني طالع يعني هذه ما تقول اقول بعد انا اقول اقول دائما يعني اللي ما شاء الله تبارك الله وعسى الله يحفظنا يعني يعني الكويتيين يعني عندهم اصرار وعسى الله يتمم عليهم يعني انا خلال الثلاث سنوات هذه اللي طافت الحين شوف احنا سنه 2022 قابلت من ابطال يعني ونجوم في رياضات يعني في جميل. رياضات كثيره كلها على حسابهم من الله،, الله يطول <applause> يعني. كلهم على حسابهم يعني واحد راح حق رالي دكار على حسابه هذا الفردية لعبات فرديه رايح, فردي. رايح مثلا فورمولا على حسابه واحد ليش رايح لي أبا ليش على حسابه. يعني. لا هي يمكن شوف تلاقي جه... انا انا اقول يمكن تلاقي جهات قاعد تعطيه مجال يعني مثلا اتحاد وكذا مثلا عمله ما يعطي ممكن عرفت نفس ما تفضلت يعني عملك ما اعطاك مجال خلاك تروح على حسابك تدري أحسن إجازة ضررنا فيها دورة الصداقة والسلام ليش ما حد يرفع راسه فيها لأن باسم حضرة صاحب السمو فأنت ما تريد صاحب السمو إجازتك الرسمية مكتوب باسم حضرة صاحب السمو وقف انتهى هني خلاص لما يجي الكتاب يجي الكتاب بس الطقلة تحيه يوقف يوقع حتى ما يوقع يمه يوقع يعني انا قاعد اتناقش يا فريق السعودي عندي لاعبين السعودية اتناقش اقول انت شلون تطلع اجازه؟ دحمي عبد الرحمن امس عليه لاعب الدائره هم لاعب دائره من السعوديه اقول انت شلون تطلع اجازه؟ يقول كابتن تجينا اجازه بالفاكس قلت له شنو بالفاكس؟ شو يقول تنزل بالفاكس اخذها اعطي الامر يقول اطلع برا توكل على الله لانه مرسوم ملكي القاب كثيره كانت لك جرافة الجرافه البشريه اللي يسموها عندي وايد ثعلب ثعلب <applause> هذا كان هو اكثر اسم لا الجرافه البشريه لقل. رحمه ان قال واحد عبد الله واحد من المشجعين هذه المنتخب كانوا ايام في هدام اعطاني اللقب هذا الجرافه البشريه انا كنت اسحب يعني يمسكني ما يقدر يمسكني وقت يعني قوه وصعب ان اللاعب دايره يعني اكبر واحد اقدر افر اللاعب اقدر اطلع منه الثالب لان لعبت بكذا مكان وكل مكان العب فيه لعب دايره لعبت وينج لعبت حارس لعبت كل مكان سر نجاح يعني عيال عبد القدوس في هذه الرياضه شوف انا اقول لك اني انا سر نجاح كل لاعب اتمنى اتمنى حق كل لاعب خليه يسمعوني عدل اليوم انا نام بكر اليوم انام بكر يعني انت الحين الوقت هذا انا فاجأت اكون ال... في البيت ف... فاجاتني بالرد لليوم انا اكون بالبيت اقوم الفير اروح اصلي الفير وارجع البيت وانام شويه واتفطر واقعد يقولون يمكن الحين احس المشاهدين يقولون ايش دخل نومه مبكر وقاعد اشرب شلون <applause> نومه هو اساسا لازم تاكل ثلاث وجبات الحين اللاعب مو قاعد ياكل ثلاث وجبات وجبه واحده يمكن ياكلها الظهر ينام للظهر ياكلها لا رياضه ثلاث وجبات خلي يدخل جوجل وعرف ثلاث وجبات لازم رياضه ياكلها عيوب بعد عشاء انا ما اطلع من البيت لازم اتريق ليه اليوم الله يطول بعمرك لازم اطلع اتريق واتغدى واتعشى الله يطول بعمرك <تصفيق> <تصفيق> ما اقدر اقعد يعني الحديث وياك الصراحة فيه يعني بعد ابي اطلع منك كلام ولكن الوقت للاسف ال 45 دقيقة تخيل طفناها والله ما حسيت فيها. والله آه الحديث شو انا وياك تقول يعني شنو اللي تحب تقوله في ختام حلقتنا وان شاء الله نلتقي وياك باذن الله في حلقات جديده ان شاء الله انا اتكلم ان شاء الله ان شاء الله يعني اللاعبين يسمعون الكلام يعني مو امر ان اللاعب لازم يحافظ على نفسه يعني عن السهر يعني انا ولدي اقول له انت ما راح تصير وهو ولدي اقول له ما تصير لاعب لانه مو قاعد تاكل ثلاث وجبات مو قاعد تنام بكر وهو ولدي فانا انصح اللاعبين نفس الطريقه هم عيالي كلهم عيالي لازم مش معنى لما نروح المعسكر نلتزم ثلاثة وجبات وننام مبكر ونقعد نبشر ليش؟ لازم المفروض انت حياتك هذه كلها وهذا طبيعي هذا حياتك الطبيعيه انت ما تروح الدوام تروح الدوام اذا ما تروح الكليه تروح الكليه ما تروح المدرسه تروح المدرسه زين تريق ترد من الكليه تغدى تعشى ما قلت لك انا لا تنام نام نام الساعه 10 وهذا صعب <applause> اه صعبه صعب الحين صعبه نعم. اي صعبه يعني انا اصور انا ادش البيت يعني انا ترى ادش البيت ما احب الدواوي يعني نادر اروح الدواوي اروح يعني اروح بيتي يعني انا الساعه ونص بالبيت انا يعني. شاور وقعد جاب التلفزيون <applause> الساعه 11 دبرت غرفه ايش قلنا الساعه 11 تحط راسك وتنام علشان يوم الخميس الساعه 10 او الساعه 9 عشر تبتدي حلقتنا ليلة خميس وعشان تشوف الحلقة وتعطينا رأيك ونقول لك كل الشكر والتقدير ونقول لكم شكرا للمتابعة وشكرا لفريق العمل وكل من تابعنا في برنامجنا وحلقتنا ليلة نجم نلتقي وياكم ان شاء الله مع نجم من نجوم سماء الرياضة مع السلامة